يتعرض الكثير من الأشخاص للفتق، منهم من يشعر بأعراضه ومنهم من لا يلاحظ أي تغيرات. الفتق الصدري عبارة عن فتحة تقع في الجدار العضلي للبطن في منطقة الصرة، وهي من مناطق الضعف الموجودة في الجدار العضلي للبطن. الأسباب تاعها متعددة، يعني تقدر تكون بعد الولادة عند الطفل بسبب خلقي، عدم انغلاق الفتحة السرية بعد قطع الحبل السري. أما عند البالغين في أغلب الحالات عند الرجال بسبب الأشغال اللي فيها، يعني الأشغال الشاقة، إنسان اللي يرفدوا الثقل بزاف، رياضيين. وعند المرأة في أغلب الحالات جهة بعد الحمل والولادة، أثناء الحمل وبعد الولادة. وشنو هما الأعراض تاع هاد؟ يعني الأعراض في أغلب الأحيان إنسان المريض يحس كأنه عنده كيفاش نقولوا إنبول اللي تخرج من المنطقة هذيك، تخرج لما يرفع الثقل، لما يسعل. في أغلب الحالات ما يكونش ألم. أكثر أنواع الفتق انتشاراً هي الفتق الأريبي، الفتق الفخذي، الفتق السري، وفتق المعدة. العلاج الوحيد للفتق السري علاج جراحي، يعني كما شفتوا في العملية، يعني نفتحوا فتحة صغيرة، نبحثوا عن الكيس هذاك اللي يكون فيه الكونتينيو تاع الفتق، اللي في أغلب الأحيان يكون الدهون الشحوم اللي تكون داخل البطن، نفتحوه نرجعوا لاخر ونرجعوا هذاك الدهون، هذاك الشحمه هذيك. اذا كانت متعفنه يعني لما يتعقد لازم نستأصلوها. اما اذا ما كان حتى حاجه نرجعوا الكيس هذاك ونديروا كما قال حنا اون بروتيز اللي عرفوها الناس بلا بلاك. توجد نوعان لجراحة الفتق، جراحة مفتوحة وتتم عن طريق شق جراحي، وجراحة التنظير البطن وتتم عن طريق المنظار للوقاية من إصابة بالفتق السري. ينصح الأطباء بضرورة ممارسة تمارين رياضية، فهي تساعد على شد عضلات البطن.